الملتقى الجهوي المنظم في زويرات حول مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي يبحث خلاله المسؤولون في مندوبية التآزر مع السلطات الإدارية والجهوية على مستوى الولاية آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، مع تخصيص محور من النقاش لتقييم مستوى تدخلات مندوبية التآزر الموجهة للمواطنين الأكثر فقرا في تير الزمور. نتشرف اليوم على مستوى ولاية تير الزمور باستضافة هذه الورشة المهمة في إطار إطلاع السلطات الإدارية وإطلاع المنتخبين والمجتمع المدني على مقتضيات تدخل برنامج تكافل هذه الورشة الجهوية للتبادل حول مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي. لقد أصبحت بعثات وكالة التآزر بحمد الله زائرا دائما للولاية، متدخلا فاعلا من أجل مواجهة الفقر والهشاشة ودعم الأسر من خلال التوزيعات المالية، من خلال مشروع إداري، من خلال بناء المستوصفات، من خلال وتجهيزها، من خلال دعم المواطن على مستوى ربوع الولاية. فلهم منا كل الشكر وكامل التقدير. يركز اللقاء على تبيان أهمية المكونات الأساسية التي تعتمد عليها مندوبية التآزر في تصنيف الحالات الاجتماعية وفي توزيع وإيصال الإعانات وفي التسيير والتنسيق بين هيئاتها والولايات المستهدفة. تتولى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء بالتعاون مع شركائها تنفيذ وتمويل العديد من العمليات والبرامج الكبرى لصالح المواطنين الأكثر هشاشة وفقرا. نذكر منها على سبيل المثال للحصر عملية التأمين الصحي للمستفيدين من برامج التكافل، وهي عملية غير مسبوقة لا على المستوى الوطني ولا في شبه المنطقة كذلك. التحويلات النقدية التي يقوم بها تكافل وهي عنصر رئيسي من خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التي نفذتها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر وفقا لبرنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا وتسريع اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي مع بقية المجتمع. المناسبة كانت فرصة للعمدة المساعد لبلدية زويرات السيد إبراهيم والحبيب، عبر من خلالها عن أمله في توسيع دائرة المستفيدين لتشمل المساعدات أسرا أخرى في محيط البلدية. ورشة زويرات تضمنت شروحا فنية بينت بالأرقام حصيلة العمل بالنسبة للسنة الماضية والتحسينات التي أضيفت من جديد لكسر حاجز الفقر بين الأجيال. مختار بابا والأحمد، قناة الموريتانية، مدينة زويرات.